يا ولاة الأمر بدون رئيس حكومة قوي سنظل حي سي بي سي افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله رحيل الوزارة الثانية والأربعين في تاريخ الكويت ليس أكثر من حلقة في مسلسل مستمر منذ العام 1962 وتشكيل أول حكومة إذ لم يتجاوز العمر الوسطي للحكومة 24 شهرا من الاستقلال وحتى عام 2001 ليتقلص إلى سنة فيما تلاها في مؤشر واضح على عدم الاستقرار الذي يعطل المصالح العامة. وبالطبع فان ابرز الاسباب وراء الاستقالات ضعف الحكومات بالاجمال وعدم انسجام التشكيلات الوزاريه في جانب اساسي وهو نتاج طبيعي لنهج اختيار رؤساء الحكومات الذي لم يكن موفقا واختيارهم لوزرائهم والاخطاء التي حدثت في ذلك في اكثر من حكومه في الفتره الاخيره حتى وصفهم الشعب الكويتي بطبيخ شمس ووصف احد رؤساء الحكومات بانه بشت يمشي لعل المشكله الاساسيه من دون مواربه تكمن في ضعف بعض رؤساء الحكومات الذين وامام اي موقف مفصلي مهم يحتاج الى قرار حاسم يتوقفون رافعين اصبع الشهاده ليقولوا ما بيدي شيء كل من فوق فيما يتركون القرعه ترعى والقوانين تخرق بل يساهمون في خرقها وتوظيفها في غير الغرض الذي وضعت له والمثل الصارخ الأخير في المادة الثمانين من قانون التأمينات الاجتماعية التي استغلت أبشع استغلال عبر منح الرواتب الاستثنائية وتحولت إلى وسيلة في هدر أموال الدولة وتوزيعها على أصحاب الحظوة شاهد على ذلك إن ألقاء اللوم على مجلس الأمة عند كل مفترق طرق لن يعفي الحكومة من مسؤوليتها، وعليها أن تدرك أن النظام السياسي في الكويت لن يسمح بوجود غالبية نيابية مريحة لأي رئيس وزراء، ولذلك لابد لأي رئيس وزراء من أن يكون قوياً واختصاصياً وسياسياً في الوقت ذاته، فضلاً عن الحاجة الماسة لأن يأتي بوزراء أقوياء لديهم القدرة على المواجهة، منسجمين ومتفقين على برنامج وطني شامل يلبي احتياجات الكويتيين ويعبر عن تطلعاتهم نحو المستقبل. الكويت بحاجه الى رئيس وزراء مقاتل ايضا يدافع عن برنامجه ووزرائه لا يتملكه الخوف من النواب والسعي لارضائهم لانه لن يحظى بذلك مهما فعل، ذلك ان النواب يهتمون بما يخدم الشرائح التي انتخبتهم عبر تبني اقتراحات شعبويه تدغدغ المشاعر وقد تكون كلفتها عاليه على الاقتصاد والخزينه. الكويت بحاجه الى ترتيب البيت الحكومي واختيار رجال الدوله لانتشالها من التراجع الحالي الذي يضرب كل المستويات وتحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطيه وتجديد القوانين واصلاح المسار الاقتصادي الذي يعاني تضخم المصروفات والهدر في مختلف الجوانب. الكويت بحاجه الى رئيس حكومه قائد يتمتع بمو موهبه القياده ولا يستهلك من رصيد بيت الحكم يدافع عن برنامجه وينفذه ويتصدى للعقبات فالاسئله البرلمانيه لن تتوقف والاستجوابات لن تتوقف بغض النظر عن اهدافها ولذلك فالتعامل معها من بديهيات العمل السياسي الهروب لا يجدي والحلول الترقيعيه لم تاتي الا بمزيد من التوترات باشكال مختلفه فلا بد من المواجهه الحاسمه واخيرا وليس اخرا من دون حكومه ورئاسه حكومه لديها الخبره والابداع والفهم سنبقى بحاله حيصي بيسي